السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو جيتكم بخبر مهم وخبر لي مفرح لمجموعة من التلاميذ وكذلك من الأساتذة. الإنجليزية هي لغة التدريس بالمدارس المغربية قريبا، كما كنعرفوا بأنه حاليا لغة التدريس هي اللغة الفرنسية بناء على التبعية لفرنسا حيث كانت هي المستعمر. إذن هناك بوادر لتغيير لغة التدريس من الفرنسية إلى الإنجليزية بالمدارس المغربية، كيف ذلك؟ بقوا معايا باش نعرفوا كيفاش. إذن واحد البلاغ لحته البارح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إذن بلاغ إخباري في شأن الشروع في بث برنامج إذاعي جديد لتعلم اللغة الإنجليزية. إذا الوزارة غادي تبدأ تلوح دروس في برنامج إذاعي جديد على أمواج الإذاعة الوطنية المغربية لتعلم اللغة الإنجليزية. إذا البلاغ هو هذا، الشروع في بث برنامج إذاعي جديد لتعلم اللغة الإنجليزية English Time، يعني وقت الإنجليزية. إذا نفصلوا في هذه المذكرة بشكل أكبر. إذا البلاغ كان يوم السبت 2 أكتوبر 2021، الشروع في بث برنامج إذاعي جديد لتعلم اللغة الإنجليزية English Time تبعا لمقتضيات اتفاقية شراكة الموقعة بتاريخ 26 يوليو 2021 بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفاز والمجلس الثقافي البريطاني بالمغرب بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. تنهي الوزارة إلى علم التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وأبائهم وأولياء الأمور أنه سيتم ابتداء من يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 الشروع في بث البرنامج الإذاعي الجديد لتعلم اللغة الإنجليزية English Time على أمواج الإذاعة الوطنية أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الخميس. مزيان. إذن هذا البرنامج جاء بناء على واحد الاتفاقية، هذه الاتفاقية توقعت يوم 26 يوليو يعني 26 في شهر 7 ما بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعني التلفزة المغربية، دارت واحد الاتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني، صافي المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، كان حاضر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وبذلك تنهي الوزارة بأنها ستبدأ أو ستشرع في بث هذا البرنامج الإذاعي يوم الاثنين 4 أكتوبر من هاد الاثنين هذا يعني تغدى. هذا البرنامج غادي يكون سميته English Time يعني وقت الإنجليزية، وغادي يتاع على أمواج الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية يعني مثلا الأولى مثلا غادي تلقاوه في الأمازيغية في المغربية إتسيتيرا، صافي أسبوعيا يعني على مدار الأسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يعني هذا البرنامج غادي يكون نهار اثنين نهار ثلاث نهار الأربع نهار الخميس، صافي أسبوعيا 4 أيام في كل أسبوع. إذن وذلك وفق البرمجة الزمنية التالية: يوم الاثنين والأربعاء سيتم بث حلقة جديدة للبرنامج في الساعة 6:30 مساء. إذن الاثنين والأربعاء شنو غادي يكون؟ حلقة جديدة في الساعة 6:30 مساء، يعني 6:30 العشية. إذن نهار الاثنين ونهار الأربعاء كيكونوا حلقات جديدة من هذا البرنامج English Time فوقاش الوقت مع 6:30 ديال العشية. بالنسبة ليوم الثلاثاء والخميس كيتم إعادة ذك الحلقات، ستتم إعادة بث حلقات هذا البرنامج في الساعة 6:30 مساء. إذن الاثنين والأربعاء كيكونوا حلقات جديدة، والثلاث والخميس كيكونوا إعادة ديال هذه الحلقات. هذا البرنامج الإذاعي موجه إلى تلاميذ السلكين الابتدائي والإعدادي، ويتكون من 43 حلقة تستغرق المدة الزمنية لكل واحدة 15 دقيقة. إذن هذا البرنامج الإذاعي موجه بالضرورة وبالخصوص إلى تلاميذ السلك الابتدائي، يعني اللي كيقراو في الابتدائي، والسلك الإعدادي التلاميذ اللي كيقراو في الإعدادي. وهذا البرنامج فيه 43 حلقة، كل حلقة تستغرق مدة زمنية 15 دقيقة، كل حلقة فيها مدة زمنية ديال 15 دقيقة، صافي يعني كل حلقة جديدة يوم الاثنين والأربعاء فيها 15 دقيقة. ويهدف إلى تقديم الدعم للتلاميذ والأسر على حد سواء، إتاحهم فرصة ممارسة اللغة الإنجليزية وتطبيقها بالتركيز على مهارات اللغة الأساسية. إذن هذا البرنامج كيهدف إلى تقديم الدعم للتلاميذ والأسر، قدم الدعم للتلاميذ اللي كيقراو في السلكين الابتدائي والإعدادي وكذلك الأسر ديالهم باش تتاح لهم الفرصة ديال ممارسة اللغة الإنجليزية وتطبيقها بالتركيز على مهارات اللغة الأساسية. مفهوم؟
إذا اللي ممكن نعرفه من هذا البلاغ اللي لحته الوزارة بأنه الوزارة عندها فكرة أنها تطور المستوى ديال التلاميذ بالسلكين الابتدائي والإعدادي على أمل في المستقبل تحاول إدماج اللغة الإنجليزية في جميع المستويات، السلك الابتدائي وكذلك في السلك الإعدادي كامل، كذلك تكون فكرة بأنه تعطاها أهمية أكبر من اللغة الفرنسية. إذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، وفقكم الله وسدد خطاكم، كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.